توقفت في الخطبه الاولى عند نقطه ترتبط بمواجهه الامام الحسن عليه السلام لمشكله كبيره في بدايات تحركه في مواجهه معاويه بعد ان استلم الامام الحسن الخلافه باستشهاد امير المؤمنين علي عليه السلام نبارك لكم مجددا ذكرى مولدي ثاني انوار الولايه والامامه الامام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه. من هؤلاء الذين تقبلوا الرشوه في هذا الظرف من كانوا من القاده والاعيان وبعضهم كان من اقربائه الذين كان الامام يعتمد عليهم ويعول عليهم في هذه المرحله الحساسه والصعبه ضمن هذه الفتن المتعدده التي ورثها الامام الحسن عن فتره خلافه الامام علي عليه السلام كان يعول على بعض اقربائه ولكنهم لم يثبتوا معه في نصره الحق وامام الحق وصدوا عن سبيل الله او انهم تخلوا عنه عندما هذه الضربه الاولى الامام الحسن عليه السلام شكل فرقه اماميه هذا القسم الاول من الجيش جعله في المقدمه وارسله بحيث ان هذه الفرقه وصلت الى منطقه طبعا الاساس هم موجودين في الكوفه فوصلت شمال العراق في منطقه قريبه من سامراء تسمى مسكن قريبه من مدينه الدجيل فبالتالي لما وصل الجيش هناك جاء مبعوث سري طبعا بشكل سري من قبل معاوية ومعه رشاوة لمجموعة من القادة العسكريين الذين من قادة القبائل باعتبار أن جيش الإمام الحسن كان مكون من قبائل متعددة يمانية وغير يمانية كانوا هؤلاء يشكلون وكل قبيله كان عندهم زعيم فمن هذه المقدمه كان هناك تركيب من بعض القبائل اللي موجودين في الكوفه فتم رشوه عدد من زعماء هؤلاء القبائل بحيث انهم اخذوا هذه الرشوه وتسللوا من معسكر الامام الحسين عليه السلام لا شك حتى لو أن أفراد هذه القبائل لم ينضموا إلى قادتهم على الأقل هذا الأمر يصيبهم في مقتل إن قائدهم انسحب وانتم تعرفون النظام القبلي يعني رئيس القبيلة خلاص بعد هو كلمته الأولى والأخيرة فإذا انسحب معناه رسالة للبقية إن أنتم بعد علامة تقاتلون عادة نمط التفكير هذا موجود المنطق هذا موجود عبيد الله بن العباس اللي كان هو رئيس هذه الفرقة بعث رسالة إلى الإمام الحسن عليه السلام يخبره بما جرى ولم يلبث أن وجهت الضربة الثانية لجيش الإمام الحسن عليه السلام عندما وصلت الرشوة إلى عبيد الله نفسه أغراه معاوية بألف ألف 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 درهم مليون درهم قال له نصفها معجلة كاش ونصفها عندما تحقق المطلوب وهو مجرد اللي أريد منك أن تنسحب من جيش الإمام الحسن عليه السلام يقال إن لمن أخذ الرشوة وانسحب من الجيش تبعه ثمانية آلاف مقاتل خسرهم الإمام الحسن كمقاتلين معه حتى اصبح الباقون وليس لهم امام يصلي بهم الفجر بهذا الشكل الضربه الثالثه ان الامام الحسن عليه السلام كان قد بعث قائد الى منطقه الانبار منطقه الانبار وهذا القائد من كنده ومعه اربعه الاف مقاتل فارسل اليه معاويه شوف الرساله حق هذا القائد الكندي انك ان اقبلت الي اولك بعض كور الشام والجزيره غير منفس عليك يعني بعض نواحي الشام والجزيره الكور يعني مجموعه قرى اجعلك حاكم عليها غير منفس عليك يعني أجعل يداك مطلقتين في التصرف كثر ما تأخذ منهم أموال بساتين تصرف كما تشاء كأنك ملك حر هذا شيء مغري جدا مسألة ليست فقط مسألة أموال حاضرة وتنتهي لا مسألة حكم ومسألة سلطان وجاه إلى آخره وأرسل إليه خمسمائة ألف درهم فانحاز إلى معاوية ومعه مئتين من مقاتلي كندة من خواصه فبعث الإمام الحسن عليه السلام قائدا بديلا من مراد قبيلة مراد هو دير بالك معاوية راح يحاول يرشيك فقال أبد اطمئن قال الإمام اقسم فأقسم الرجل انما ينحاز الى معاويه ويبقى مخلصا وبمجرد ان ذهب هناك اعمت عيناه دراهم معاويه والنتيجه ان كرر ما فعله صاحبه هذه كانت الضربه الرابعه الضربه الخامسه ان الامر اصبح ظاهره مغريه حاله مغريه بالنسبه الى بقيه القاده الذين لم يبعث اليهم معاويه بشيء فصاروا هم يرسلون الرسائل إلى معاوية تكفى إرشيننا بشيء وإحنا حاضرين نبيع الحسن عليه السلام فأصبحت حالة ظاهرة في مكونات جيش الإمام الحسن عليه السلام الضربة السادسة أن الإمام كان في المدائن تقدم من الكوفة إلى المدائن المدائن سلمان باك جنوب بغداد بقليل هناك كان الإمام عليه السلام فلما سمع من في معسكره من افراد الجيش بما حصل في الانبار بما حصل هناك في مسكن وغير ذلك انفرط الجيش وصاروا ينتهبون ما في المعسكر يعني اعتبروا اللي في المعسكر غنيمه بالنسبه لهم ثم هجم احدهم على الامام الحسن وحاول ان يغتاله فضربه ضربه بخنجر على فخذه سلام الله عليه وبالتالي أخرج من المدائن بعد ذلك وانفرط أمر جيش الإمام الحسن لربما بعض هذه الأسماء اللي ذكرناها أو العناوين اللي ذكرناها من الذين قبلوا الرشاوة كان في خلدهم يدور في خلدهم أن أنهم عندما قبلوا الرشوة تأثير هذا الأمر السلبي على الواحد منهم فقط، يعني انا اتحمل جريره هذا باكر اللي يصير يصير في الاخره مو مشكله ممكن قبل ما اموت استغفر اتوب ايا كان. قضيه الرشوه ليست هكذا، مشكله الرشوه ان هذا المرض مرض معدي واثاره ممتده. وبالتالي لم يقف حد رشوه هؤلاء الافراد عند نفس الاشخاص، وانما امتد الاثر كما راينا يعني قصه هذه الاحداث اللي ذكرتها خير مثال كيف ان الامام علي عليه السلام يقول انما اهلك من كان قبلكم فعلا مرض الرشوه اذا انتشر يكون مرضا مدمرا وقاتلا بحيث ان النتائج الخطيره تكون بهذه الصوره التي تتهاوى معها اي مؤسسه هذا الجيش جيش الامام الحسن كان مؤسسه عسكريه انهارت امام الرشوه عندما كان قادتها ليسوا بذلك المستوى الذي يعول عليهم ولكن ما كان بيد الامام الحسن غيرهم بل بعضهم يعني خان ثقه الامام وكان ظاهره شيء وباطنه شيء او انه فعلا كان عنده نوع من التدين وكذا ولكن كان عنده رواسب من حب الدنيا بحيث ان هذه الرواسب طفحت في تلك اللحظه مع ذلك ال... ذلك الاغراء الضخم بحيث ان النتيجه انهم باعوا اخرتهم بهذه الدنيا من هنا فان الاعتراف بوجود مرض الرشوه ومواجهته في بدايات ظهوره بكل حزم افضل بمراتب من السكوت عنه حفاظا على السمعه الايجابيه لان تغطيه العفن لن يقضي عليه بل سيزيد العفونه استفحالا واستحكاما واذا ارتشى الموظف البسيط وتساهلنا وتغاضينا عن فساده فسياتي اليوم الذي يرتشي فيه القاضي ويرتشي فيه المسؤول الكبير وقد تكون الصوره معكوسه حيث تبدا الرشوه عند كبار المسؤولين فيشجع ذلك صغار الموظفين للانخراط في عالم الفساد ومن تهن عليه نفسه هان عليه وطنه.